لذلك أعذار جم كلمة عذر الأعذار جم كلمة عذر فما معنى الأعذار الأعذار بمعنى العلل 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 والعلل كلمة جمع بمعنى العلة أو العلة العلة فهذه هي الكلمات التي نحن عرفنا نريد أن نعرفها أولا تكلمنا عن الصلاة فعرفنا معنى الصلاة فقلنا الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة أولها التكبير وآخرها التسليم وقلنا إلى قلب وجئنا إلى كلمة أهل وقلنا أهل بمعنى أصحاب قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا على إيش على أهلها معنى على أصحاب هذه البيوت الذين يسكنون في هذا البيت فأنتم تسلموا أن تسلموا عليه وكذلك عرفنا معنى الأعذار حيث نحن قلنا الأعذار جمع كلمة عذر أعذار كثير عذر واحد بمعنى العلل كثير وإذا كانت واحدة نقول العلة فأظن هذا المفهوم وهو الذي أردت أن نعرف معناها فتعالوا معي هنا الآن عرفنا الموضوع صلاة أهل الأعذار صلاة أهل الأعذار السؤال الأول من هم أهل الأعذار؟ السؤال من هم أهل الأعذار؟ نقول الجواب وهم المرضى المسافر الخائف المرضى بمعنى المريض المسافر والخائف فهم الذين نسميهم مرضى مرضى عندنا المريض كتجد إنسان ما يصلي كما نصلي نحن وإذا سئلنا ما سبب إلى ذلك نقول السبب إلى ذلك أنه مريض من هو مريض وكيف يصلي المريض سنعرف فيما بعد صلاة المريض فالمريض له عذر لأنك قد تسأل واحد لماذا أنت ما تصلي أو لماذا أنت تصلي جالسا سيقول أستاذ تعرف أنا مريض لأجل مرضه لأجل مرض لا يستطيع أن يصلي قائما كما نصلي نحن فنقول له عذر أو له علة وكذلك المسافر المسافر بمعنى الذي يسافر يخرج من مكان إلى مكان آخر فهو له أو له كيف يصلي له كيفية الصلاة فذلك سنتحدث عنه بماذا بالكثرة كذلك عندنا الخائف الخائف هذا كذلك لا يصلي كما نصلي نحن فكيف يصلي الخائف كذلك هذا سنعلم أو سندرسه جيدا حتى نعرف كيف يصلي المريض المسافر والخائف فأولا نبدأ بالصلاة المريض نأتي إلى الصلاة المريض النقطة الأولى صلاة المريض كيف يصلي المريض صلاة المريض من هو المريض وهو الذي اعتلت صحته أو بدنه أو عضوه أو عضو من أعضائه هو الذي اعتلت صحته أو بدنه أو عضو من أعضائه فهذا هو المريض الذي له علة في صحة الصحة بمعنى العافية لعله يعني عنده سكان أو عنده أي مرض من الأمراض فنقول له علة ما هذه العلة الصحة
لذلك ما يصلي كما يصلي الصحيح أو بدنه أو عنده إلا في البدن. على سبيل المثال واحد ما يستطيع أن يقوم، لماذا لا يقوم؟ لأن رجله انكسر، انكسر رجله، فكيف يصلي؟ يصلي جالسا كما سنرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك له علة في ماذا؟ في بدنه، الجسم بمعنى البدن بمعنى الجسم هكذا. أو عضو من أعضائه، الإنسان له أعضاء كثير جدا، عندك الرأس، عندك اليد، عندك يد، عندك الرجل، عندك بطن، عندك كل شيء. فهذه الأعضاء إذا قمدت فالآن الإنسان يكون كان. وأحيانا قد تجد هذا الإنسان له علة في أعضائه، لعله انكسر رجله أو ماذا كما قلنا، فهو ما يصلي كما نصلي نحن. وسوف نعرف ذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول كذلك وكيفية صلاة المريض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفية صلاة المريض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يصلي المريض؟ فكيفية صلاة المريض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الرسول صل قائما، بمعنى أنت حينما تقوم للصلاة تصلي على حالة القيام. فإن لم تستطع، بمعنى فإن كنت ما تستطيع أن تقوم في صلاتك فتصلي قاعدا، بمعنى جالسا، فتصلي جالسا. فإن كنت ما تستطيع أن تجلس، فإن لم تستطع فعلى جنب، فتصلي ماذا؟ على جنب، بمعنى على حالة الجنب، بمعنى ما تقف ولا تجلس وإنما تكون على حالة الجنب. إخواني في الله، أحببت أن تعرفوا شيئا، على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، وهذه الصلاة واجبة، سواء أنت مريض أو سواء أنت مسافر أو سواء أنت عندك أي عذر من الأعذار، فلا بد من أن تصلي. فالذي لا يستطيع أن يقوم فكيف يصلي؟ يصلي على حالة الجلوس، والذي لا يستطيع يجلس فيصلي على حالة الجلوس، والذي لا يستطيع كذلك أن يصلي على حالة الجنب فهو يصلي على ماذا؟ على الإشارات. ممكن تصلي على الإشارات، فعلى سبيل المثال إنسان هكذا ما يستطيع يحرك جسده أو عضو من أعضائه فهو يصلي على الإشارة، إما بالعينين وهكذا كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نأتي إلى شخص الثاني، نأتي إلى صاحب الثاني الذي هو المسافر. ثانيا نقول صلاة المسافر، صلاة المسافر. فكيف يصلي المسافر؟ كيف يصلي المسافر؟ ونحن نعرف، نحن نحب السفر كثيرا، نحن نحب أن نسافر إلى أماكن مختلفة، فهذا المسافر كيف يصلي؟ صلاة المسافر. مشروعية قصر الصلاة في الكتاب، بمعنى ماذا؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أعطى فرصة لمن يسافر أن يقصر الصلاة، أن يقصر صلاة. هنا نقول مشروعية قصر الصلاة، بمعنى المسافر يقصر صلاته، إما أن يصلي على هذا الشكل
imma mathalan as-salatu laha arba'atu arba'atu raka'at. فهذا الانسان بدلا من ان يصلي اربعه فيصليها ركعتان كما ماذا كما صلاه الظهر لها اربعه ركعات فالانسان يصليها ركعتين كذلك صلاه العصر فالانسان يصليها ركعتين وكذلك اظن هذه صلاه الظهر وصلاه العصر فالانسان يصليها ركعتين بدلا من ان يصليها اربع ركعات اين وجد هذا وجد هذا في الكتاب في ماذا في الكتاب ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فالله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة لقصر الصلاة معنى الإنسان